فيما يخص هذه الفاجعه هذه اللي كتشاف هذه اسباب ديالها اللي هي متعمده بصح بالاخص الحي راه تبنى في 2006 صاحب جلاله محمد السادس اللي عطى انطلاقه ديال المدن بدون صفيح عطى انطلاقه على اساس بنيه تحتيه تكون عندها الدور هذه علما كتفاجئوا بان صاحب الشاحنه اللي مثلا جا في هذه الفاجعه هذه اللي عندها هذه الحفره راه فيها واحد 3 متر هذه الحفره هذه اللي هي اصلا كان سابق لها كانت واحد الحفره صغيره اللي هما الساكنه في حاله ملي كانوا كيبنيو كانوا كيسيبوا داك الشيء ديال السكومبر والحجار ملي كتجي هذاك الشيء ديال ملي كتجي الحمله بحال التساقطات الشتا كتولي واحد النوع بالحفره هي اللي كتعمق وعلما هذا كيبين بان راه ضعف البنيه التحتيه ديال مدينه العرائش وهذه الشركه هذه راه كانت كتلامط بالساكنه بحكم بان بحكم بان راه كانوا دايرين واحد المضخه ديال الدخان والساكنه راه كتبت واحد العارضه وبان الحي اللي كان هي عندها اولويه باش تسفيت ولهذا هما كانوا كيديروا حسابات هذا الشيء هذا كيشكلوا الخطر عليهم وعلما بان راه تبينت تساقطات الامطار اللي كاينه دابا راه تبينت بان ضعف البنيه مدينه العرائش هذا الشيء ماشي في حي النصر بصفه عامه ولهذا كنطلبوا مساعده العمل او الجهات المعنيه تهتم بالساكنه ديال الحي راه خصها واحد البنيه التحتيه ماشي على اساس الفاجعه هذه راه تقدر مثلا راه تبين بان راه البنيه التحتيه ضعيفه وراه فعلا ضعيفه ولهذا كنطلبوا من المسؤولين يدخلوا يشوفوا في هذا الحي هذا الاخ ديالي فيما يخص هذه الحفره هذه راه في 2006 راه كانت واحد الحفره ستيتوا بحكم هي جات واحد الروكار الساكنه هنا ملي كتبني راه كتكبر السكومبرو ديالك كتسيبو تما باش تقلص شويه وبحكم اليوم انا كنقول بان المساله ديال هنا هي مدينه العريش معروفه بالحمريه الحمريه خويا ما كاينش واحد البنيه النوع التحتيه وثاني حاجه ملي كتشوفوا الطاشرون ملي كيدوز الكودرون راه كينعدموا الخبراء ديال المدينه هنا ما كايناش ما شفناش شي خبير مثلا كيوز الرمله حنا المطالب ديالنا خويا صنا البنيه التحتيه مدينه العريش بصفه عامه وبالاخص الحي الجديد